احنا بعدين معسكر برج العرب، يعني اتمرنا 4 ايام وكنا كويسين الحمد لله، خدنا اجازه يومين. النهارده احنا دلوقتي في معسكر بتاعنا فيس 2 بتاع المعسكر بتاعنا، بنتمرن هنا في حسب معسكر في اكتوبر هنا، يعني بنتمرن كل يوم صبح وبالليل ان شاء الله عشان نقدم بطوله كويسه باذن الله. احنا بنلعب احنا عشان نوصل لاعلى مرحله ممكن نوصلها، يعني محدش هيبخل باي حاجه، كل اللي نقدر عليها نعمله ان شاء الله عشان طموحنا عالي باذن الله في كاس العالم باذن الله. طبعا الحمد لله كان اول هدف بالنسبه لنا ان احنا نوصل، لعبنا على مدار سنه ماتشات كتير جدا، كان هدف صعب لان احنا بقالنا حوالي 9 سنين ما وصلناش كاس عالم، فالحمد لله خدنا اول خطوه. الخطوه الجايه ان شاء الله ان احنا نروح ونحاول نكسب على قد ما نقدر الماتشات اللي هنلعبها، في ماتشات صعبه طبعا، احسن 32 منتخب حوالين العالم، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه للمنتخب ولينا. يعني بابايا طبعا كان بيلعب باسكت هنا وفي مصر، يعني فطول عمري يعني بحاول اقلده، يعني فطول عمري بحاول اجي يعني كاس عالم مع المنتخب زيه. كل مره وانت صغير تحس الكاس العالم مش نفس الحاجه، بس تيجي هنا نفس الماتش تلعب ضد ماتش، يعني بتجهز نفس الواي، يعني انت كل طول عمرك بتلعب ماتشات، فمش مش حاجه ديفرنت. يعني الجيل ده تاني مره ناس كتير تكون بتلعب كاس عالم، واغلبيه الناس لعبت كاس عالم شباب، اكيد كنا مبسوطين جدا. بس هو الراجل كوتش روي من ساعه ما جه من سنتين وهو هدفه واحد بس معانا، ان احنا مش نوصل كاس عالم بس، لا ان احنا نكون احسن مركز افريقي في كاس العالم عشان نقدر نوصل اولمبياد ان شاء الله. اهم حاجه احنا نكون مصدقين ان احنا نقدر نعمل حاجه، دي اهم حاجه الفتره الجايه، انت تصدق ان انت تقدر تعمل حاجه، ما تبقاش مخضوض، ما تبقاش خايف، وده اللي هيساعدنا في الماتشات اللي قدامنا. هنلعب فرق كبيره، هنلعب جورجيا نفس يعني قريبه من مونتينيجرو في كاس العالم، هنلعب منتخب الصين، هنلعب فرق كبيره، يعني ان شاء الله تقدر تخلينا رايحين جاهزين ومش خايفين من الماتشات اللي هنلعبها. طبعا مهم جدا، يمكن كوتش روي بيتكلم معانا دايما في الحته النفسيه، وان احنا ما يبقاش عندنا رهب بالذات ضد فرق كبيره والاوروبيه زي ليتوانيا اللي معانا في المجموعه، يمكن ما قابلناش الفرق زي دي، فاحنا يعني مبسوطين قوي ان احنا الاسبوع الجاي رايحين سلوفينيا وايطاليا، هنلعب الصين وجورجيا، فرقتين كويسين قوي ومصنفين عالميا، فدول الماتشين هيبقوا مهمين قوي، ولسه عندنا كذا ماتش تاني برده في ابو ظبي قبل ما نطلع الفلبين ان شاء الله. اول حاجه عايزين ان احنا نقدر نتاهل من دور المجموعات، المجموعه بتاعتنا صعبه، فعايزين اول حاجه ان احنا نتاهل من المجموعه بتاعتنا، وتاني حاجه طموحنا ان احنا نبقى ناخد احسن مركز في الفرق الافريقيه عشان نتاهل للاولمبياد مباشره. الفرق كلها تبقى عندها هدف واحد، وان مش مسموح بالاخطاء الصغيره اللي هي ممكن بعد كده تبقى مؤثره في النتائج، والتركيز في كل تفصيله وكل تدريب وكل ماتش، هو ده ان شاء الله يخلينا ان احنا نعمل احسن اداء ممكن ومنه الاحسن نتائج ان شاء الله. اللعيبه جايه الحمد لله جاهزه ذهنيا وبدنيا، كلهم متحمسين مشاركه كاس العالم بعد فتره طويله، فهم جايين مركزين وكلهم على هدف واحد. طبعا البدايه دايما بتبقى بطيئه واحده واحده، بس يعني ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي مع المشاركات والماتشات الوديه في اوروبا ان شاء الله نقدر ان احنا نطور يوم بعد يوم الاستعدادات لغاية لما نوصل ليوم 25 إن شاء الله.